لكن كيف يشوف الواحد المخاطر اللي قاعدة تصير مجبور باش يتكلم وباش يعلم ويوعي ولاده على شنو اللي قاعد صاير. بعد ساعات ولادي يتكلموا مع بعضهم يعني أشياء ما تقبلش في العقل. فلازم اللي مجبورين باش احنا من الداخل نعلم ولادنا باش ما تصير لهمش كوارث غلطهم في حياة كاملة.